التي كما قلنا مشاهدينا الكرام نجوب فيها مع منتخب النيجيري الذي حصد أولمبيا ميدالية الذهبية في أولمبياد أتلانتا 96. العشق الشعب النيجيري لكرة القدم كبير جدا، وأمل أن يعوض المنتخب النيجيري الإخفاق الذي كان في 98 يتأهل للمونديال للمرة الثالثة. الرقصات الأفريقية والأمنية أيضا لجورج فينيدي نجم إبسويتش تاون يتحدث أن السنة سنتغلب على المشاكل التي واجهتنا في الوقت الحاضر. كذلك المدرب أو نائب رئيس الاتحاد النيجيري يتحدث بأن كل الإمكانيات الآن كبيرة لأن يقدم المنتخب النيجيري صورة مميزة. المنتخب النيجيري في أولى أمام المنتخب النيجيري بهدف جورج وير، بالطبع حاول أن يعوض ذلك بعد ذلك بعد أن فاز على السيراليون على السودان وصعد بصعوبة بالغة على حساب نجوم غانا إلى المونديال. جون بنفريل مدرب المنتخب النيجيري الأصغر يقول أن المنتخب النيجيري في كأس العالم أعتقد أنه سيظهر بشكل مغاير تماما، وإمكانيات المنتخب النيجيري تسمح للاعبين أن يقدم صورة طيبة. فتوحدوا من اجل اعاده النصاب الى مجرياتها الطبيعيه. وحقق المنتخب النيجيري انتصار تلو الاخر حتى تصدر المجموعه في التصفيات عنها كبطل. يتحدث كذلك أوبينيو نائب رئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم على أن الوضع الآن تحسن كثيرا في كرة القدم النيجيرية، وبعض العناصر الأخرى التي أيضا تدرناها من الكرة الهولندية والمدارس الهولندية والسعي لإغراء المدرب بونستير الذي حصد المنتخب النيجيري معه الميدالية الذهبية في أولمبياد 96 في أتلانتا. المنتخب النيجيري حاليا مستعان بشايكو المدرب الذي استعان به في البطوله الاخيره في بطوله الامم الافريقيه، وهو احد المدربين المميزين وهو مدرب محلي رغم بعض الشكوك في قدرات هذا المدرب من قبل بعض اللاعبين وبعض رجال الصحافه في النيجيريا. وبالطبع طلب الاتحاد النيجيري استغناء عن بعض العناصر المشهوره ولكن لتأهله، وفعلا في المباريات الاخيره الوديه استعان ببعض العناصر الشابه، ولكن يبقى النجوم لهم دور وخبرتهم الكبيره. من اثنان الوقت كانوا نجم ارسنال الانجليزي الذي فعلا تفنن كثيرا مع فريق ارسنال وصنع الامن جاد للكره النيجيريه سواء مع يكتا ثم
الفرقة مع نادي أرسنال، وقبل ذلك لعب في الفرقة مع نادي جون كينيدي الذي تألق كثيرا وكان أيضا وراء الإنجاز اللي فاز به بذهبية أولمبياد أطلانتا. وشجع بهذا اللاعب ثلاثة ملايين دولار مستثمرين انتقاله الى نادي امتيت الانجليزي من نادي ريال بيتيس الى ريال مايوركا الاسباني. وايضا لاعب ومدافع تشيلسي كريستيان بابا يارو لاعب الفريق اللندني والذي دفع في مبلغ 97,200,000 جنيه استرليني. ومن النجوم الاخرين هناك كابتن سانديو اوليسي الذي يلعب في المانيا من نادي بروسيا دورتموند، واحد العناصر المهمه في الكره النيجيريه، والذي ايضا فاز بلقب كرة الأمم الأفريقية عام 94. أيضا هناك تريبو ويست النجم النيجيري والذي يعتبر من أقدم اللاعبين وأيضا بخبرته الكبيرة لعب وجاب في الملاعب الأوروبية كثيرا، هو الآن في ألمانيا، لعب أيضا في ميلان وإنتر وهنا في ألمانيا في كايزر سلاوترن. أيضا من النجوم الأخرى جاي جاي أوكوشا لاعب فريق الجرمان الفرنسي. أوكوشا أحد الأسماء التي تألقت كثيرا في هذا الموسم، وهو أحد العناصر التي يعول عليها كثيرا المدرب المنتخب النيجيري. مورينيو نائب رئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم ويتحدث كذلك عن إمكانية اللاعبين الأخرين مثل تريبو ويست مثل تريبو ويست يكون أحد العناصر الهامة جدا. استغنى عن مثل هذا اللاعب أرى من وجهة نظري شخصية صعب جدا. نيجيريا لعبت المجموعة كما ذكرنا في تصفيات مع جورج ويالي منتخب ليبيريا الذي أيضا عرف جورج ويا أو عرفت ليبيريا عن طريق جورج ويا بالطبع بعد الانتصار لحققه المنتخب الليبيري، ولكن تغيرت الأمور في النهاية إلى مصلحة المنتخب النيجيري بسبب نقطة واحدة على ليبيريا ولتتأهل بصعوبة بالنسبة للمنتخب النيجيري. المواجهة الأخيرة كانت فوز المنتخب النيجيري على المنتخب الغاني في ليغوس العاصمة النيجيرية لقاء دير في غرب أفريقيا والاحتفال بالتأهل للمونديال. ايضا يقول تريبو ويتن ان استمع كان خاطر عن الحلم ان يصل مع منتخب الارمينيا كاس العالم ويحقق كاس العالم. ايضا عود نفس الشعور من المرحله الاولى الصعبه من هذا المونديال. تريبو ويتن عبر عن امكانيه المنتخب النيجيري وهو بطل افريقيا وهو الافضل حاليا في افريقيا، هذا من وجهه نظر تريبو ويتن. هذه هي الاجواء الاحتفاليه التي بعد الاحتفال بالتاهل الى كاس العالم. المجموعه التي اوقعت المنتخب النيجيري ضمن المجموعه الصعبه السويد وايضا الارجنتين. يتحدث تشيلسي بابا يارو نجم تشيلسي الانجليزي عن ان المنتخب الانجليزي منتخب صعب فعلا، واعتقد اننا سنحاول في كوريا واليابان ان نحصل بصوره كبيره ونظهر بشكل مغاير عكس ما يتوقع العالم. ايضا في كوريا واليابان نيجيريا تسعى لان تكون هي الحصان الاسود بعد الخساره التي تعرضت لها المنتخب النيجيري امام السنغال وفاقها في الفوز افريقيا للامم المنتخب النيجيري لتحقيق اللقب. اعتقد ان last time الامتحان يكرم المرء او يهان. نرحب بكم في إنشيون أحد المدن التي ستستضيف مونديال 2002 في كوريا. هذه المدينة 51,000 يقطنها ملعبها الجديد، وأيضا ستلعب فيها ثلاث مباريات، ثلاث في الدور الأول يوم 9 ويوم